بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ربنا اهدنا واهد بنا وراجع بنا الى ما يفيدنا يا ربنا، امين امين امين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه منه وبركاته ورضوان ولا عدوان الا على الظالمين. واتبع في هذه لعنه الصفر اللي مركز على الايه دي، لانه لعل بعض من المغفلين والمفعول به من طرف الشياطين يفهم المساله كما أصابت هؤلاء الظلمة، قد تصيبه ربما أشياء أكثر من هذه لعنتين هذوما. ردوا بالكم، هذا ما تقولوش فرعون هو وحيد نسجي ولا نسيجة، ولا ما فماش بعد هو فرعون آخر، لي أنا أقل من فرعون، ما لا فما أمل باش نملى من عذاب الدنيا والآخرة. يا ولدي يا مشكل الكلام، أنت مسؤول عما تفعل وما تشير به وما تصمت عنه في اتجاه الحق، يعني الحق تغمط وتدرقه، هذاك جرم كبير يحاسبك الله عليه. شهادة الزور هي الحارقة لدينكم، قل نبينا عليه الصلاة والتسليم يعني تنحلك دينك، ما هو انت عم روحك صبرتي في الدين ولا تعرف كل شيء ومحافظ على عهدك مع الله، يزيك يا رجل. تعال نعرفوه بالضبط من انت، ولا لعهلك ولا نية، ما لا ما معروفين. ولهذا لابد ان يكون من جانبنا العمل التوعوي، لعل البعض منهم يفهم المقصد، يقول لك خويا اثروا بجلدي قبل ما يحق عليه القول. ونسأل الله السلامة.